سلام البنات، اليوم ان شاء الله غادي نقدموا لكم الخبز بالزرارة. عندنا هنا طحين فورس، طحين فينو، طحين القمح، ثلاثه ديال القسمات قد قد. عندنا هنا الملحه، الخميره، معلقه السكر، النافع، جنجلان، والحبه السوداء السانوج، واحد القياس ديال الزيت بلديه. صافي غنخلطوا كلشي ان شاء الله. خلطوا كلشي باش الزرع كيتخلطوا لنا في الطحين مزيان وهو ناشف. نعجنوا بالماء دافي عادي. دابا نغطيوها ترتاح شويه عاد غادي نجيو نكرصوها ان شاء الله. البنات ها الخبيز ديالنا اللي عجننا قبيله، ها نتوما شوفوا كي كيجي محمر من هنا ومن هنا. ها نوريكم الداخل ديالو وبالصحة والراحة. لا عجبكم تابوناو يوصلكم الجديد ديالي.